بدأت أخبارنا طبعا من عند الفريق الأول اللي واصل تدريباته النهاردة الساعة 6:30 في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري، ودي اللي هتكون يوم 14 يونيو. وفريقنا امبارح واصل تدريباته بعد ما خاض مباراة ودية مع فريق النصر يوم الاثنين، وقدر يفوز بنتيجة 3-1 وسجل الأهداف مهاب ياسر ومحمد عاطف وعبد الله السعيد، ودي التجربة الودية الأولى للزمالك خلال فترة التوقف، وقدر مستر جوميز يحقق الاستفادة المطلوبة منها. وعندنا مباراة ودية ثانية ودي هتكون يوم الأحد مع فريق الزمالك 2003. لسه مع اخبار الفريق الاول، وقبل بدايه المران النهارده مستر جوميز كان حريص على الاجتماع باللاعبين واتكلم معاهم عن المكاسب اللي حققها الفريق من مباراه النصر الوديه، وطلب منهم الاستمرار في تنفيذ التعليمات، وقال ان الفتره الحاليه مهمه في تجهيز الفريق للمرحله المقبله، واللي قال ان الزمالك هيكون مرتبط فيها بجدول مباريات مضغوط، لكنه طلب من اللعيبه التركيز حاليا على مواجهه سيراميكا، ودي المباراه الرسميه الاولى اللي الفريق هيكون مرتبط بيها بعد العوده من التوقف. طبعا كلنا عارفين ان فريقنا هيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو، وبعد كده عندك المصري يوم 17، بعد كده عندك فاركو يوم 21، بعد كده عندك القمه ودي هتكون يوم 25، وبعد كده اخيرا هيكون عندك سيراميكا يوم 29. كل التوفيق طبعا لفريقنا في عبور المرحله الصعبه جدا في شهر يونيو، ويواجه كمان ضغط المباريات، خمس مباريات يعني في وقت قليل جدا، ولكن جوميز يعني اتحط كتير جدا او الظروف اجبرته ان هو يبقى في مواقف شبه دي كتير، ولكن قدر ان هو يتصرف بالشكل الصحيح. طيب احنا لسه مع اخبار الزمالك، وواصل شيكابالا والونش اداء البرنامج التاهيلي، وادى شيكابالا والونش مجموعه من التدريبات التاهيليه المتنوعه داخل ارض الملعب. شيكابالا بيعاني من اصابه عباره عن تمزق في العضله الاماميه، وتعرض ليها قبل مواجهه دريمز الغاني في اياب نصف نهائي الكونفدراليه، والونش بيواصل التاهيل للتعافي من اصابه الرباط الصليبي بعدما خضع لجراحه ناجحه في وقت سابق، وكمان خاض الثنائي مجموعه من التدريبات البدنيه الخاصه داخل صاله الجيم. ان شاء الله يرجعوا لنا بالف سلامه يا رب، سواء شيكابالا او لونش او عموما كل مصابين الفريق. لسه مع اخبار الفريق الاول، وعقد مستر جوميز جلسه خاصه مع الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه لمعرفه موقف المصابين وموعد عودتهم للتدريبات. دكتور محمد اسامه أكد لجوميز إن شيكابالا هيحتاج لأسبوع وبعدها يرجع التدريبات بشكل طبيعي جدا، وقال كمان إن شيكابالا دلوقتي في المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة العضلة الأمامية. وقال كمان دكتور محمد أسامة إن الونش لم يتعافى من إصابته بشكل كامل وبيخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل، وقال إن الونش هيخضع لفحوصات طبية خلال 10 أيام للتأكيد من جاهزيته. وقال كمان إن فتوح هيغيب لفترة تتراوح من أسبوعين ل3 أسابيع. سيف الدين الجزيري هيكون جاهز خلال أسبوع. إحنا يعني كده استعرضت معاكم المصابين. شيكابالا اسبوع، الونش 10 ايام، بس اعتقد يعني لسه بدري على الونش ان هو يقدر يرجع بالسرعه جدا، لان اصابه الرباط الصليبي مرتين كمان ورا بعض كان الموضوع برضو صعب جدا، ولكن انا متاكده لسرعه استجابه الونش ان شاء الله يرجع كمان احسن من الاول. وفتوح برضو هيغيب من اسبوعين لثلاثه، هو الجزيري اللي هيرجع لنا ان شاء الله بعد اسبوع. فكويس ان انت الفتره دي عندك فتره توقف، تقدر ان انت تشوف مين من المصابين تقدر تستعيده في تستعين بخدماته الفتره دي، او يرجع يقدر ان هو يرجع لك بسرعه ان شاء الله في الفتره دي. بس اعتقد اكتر واحد جاهز او ممكن يرجع لك بسرعه دي هو سيف الدين الجزيري، ولكن هي دي اصلا مشكله بتقابلنا، ان انت حتى اللعيبه وهي مش موجوده معاك اللعيبه بتتصاب. يعني فتوح اتصاب مع منتخب مصر، والجزيري اتصاب مع منتخب تونس،
ولكن كان الله بصراحه في عون مستر جوميز. هو الفتره الجايه اعتقد يعني لو هيواجه سيراميكا كليوباترا اعتقد هيروح لسياسه التدوير على فكره، ومش هم دول بس المصابين، انت كمان لسه عندك حمدي مصاب وعبد الشافي مصاب، يعني عندك مجموعه انا بتكلم على فريق تاني مصاب ومش قادر ان انت تستفاد بخدماته. ولكن انا مبسوطه بالفتره دي التوقف دي عشان جوميز اول مباراه مع النصر، هو بيقول على حسب كلامه هو اكتر واحد ادرى ان هو قدر يستفيد فنيا من المباراه دي بشكل كبير جدا، وشفنا وجوه جديده موجوده معاه في المباراه وقدر ان هو يدفع بيهم في المباراه دي، فكده هو قدر طبعا ان هو يستفاد والمباراه انتهت 3-1. عنده مباراه ثانيه، المباراه دي يوم الاحد اللي جاي، والمباراه دي مع فريق 2003. طيب هتفرق ايه ان هي تكون مع فريق 2003؟ تفرق في اختيارات جوميز للمباراه دي، وان هو هيطلع منها بمكاسب اكتر ولكن من فريق 2003. يعني اكيد في المباراه دي هيظهر، او اي لعيب في 2003 هيحاول ان هو يظهر بشكل كويس جدا، لانه لو ظهر بشكل كويس او ادى بشكل كويس في المباراه دي اكيد وقتها جوميز هيحط عينه عليه، فهيبقى عنده فرصه كبيره جدا ان هو يكون من ضمن الفريق ويتم تصعيده. ف المباراة عموما كلها يعني شايفاها ان هي ليها ايجابيات كتيره جدا، زي ما قلت لكم هي دي ما بقاش الغرض منها مكسب ولا خساره، لكن الغرض منها ان جوميز نفسه هو ما خدش الوقت الكافي ان هو يكون مع لعيبته بشكل اكبر، ان هو حتى يشوف قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك باريحيه اكتر. كل ده هو ما قدرش طبعا ان هو يضعه في الاعتبار الفتره الاخيره، كان عنده ضغوطات كبيره جدا. كفايه بالنسبه لي يكفي ضغط الكونفدرالية، أنا بالنسبة لي دي كانت أكبر الضغوطات في الفترة الأخيرة على جوميز، والحمد لله إن إحنا إن هو قدر يكسبها ده كده. وأنا بشوف إن جوميز ما استعرضش كل قواه الفنية، يعني أعتقد كمان من وجهة نظري يعني لما الموسم ده ينتهي وبعد كده نعمل بقى فترة إعداد كده محترمة مع جوميز بفترة طويلة، بعد كده بقى يجي بداية الموسم. أنا متأكدة إن إحنا دلوقتي مبسوطين الحمد لله بأداء الزمالك، ومش عايزة أرجع أفكر نفسي ولا أفكركم بمباراة الاتحاد السكندري اللي هي بشوفها إن واحدة من أمتع المباريات اللي اتلعبت الموسم ده في الدوري، ولكن لما نرجع أحس إن أنت لا هتشوف نادي الزمالك مختلف، هتشوف بقى بجد مدرسة الفن والهندسة. يعني اللي شفناه في ماتش الاتحاد ده كان مثلا إيه 40%، يعني لما في فترة إعداد بقى في الصيف كده محترمة مع إن شاء الله طبعا مجلس الإدارة يقدر إن هو يحل المشكلات اللي على النادي، وبنشكرهم طبعا على المجهود الجبار اللي هم بيقوموا بيه والمشكلات الكتيرة جدا اللي هم بيحاولوا يحلوها الفترة الأخيرة كده، مثلا تجيب كم صفقة سوبر إن شاء الله يا رب تفيد النادي، أعتقد لا هنشوف زمالك تاني خالص.